ذي وهجا جيانا فرصي 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 كهو سيديكو هاقاقيا هرسيد 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 كهو نبضا هرسان نواتان هناني دالكو هرو مارا داد يهو كو حميا نبضا هرسان نواتان بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدا وديا الملك استوى دون كات كتوتان كسر ودا برنامج كارا وكسر أبسن مشاريع لجيه الجلية ديجان كقطن دقمة السبونة وكتر سنة قبل كمال دجاج حفل دوين الوقت سيد أحد يجمع مشاريع لاسي وحكى سوق بجلي مزولين حكومة ضاء وأيه جامنيا وزير ذا وزارة ذا عثمان كا حنا نضع حولها زي كحجين كوزارة ذا قرشين تقرن كا أجاسمية المدح جوت ذا كسرتها عقال يوم مرت شرف كلا أو آد تربضن برنامج كنا يعني زي كسر قدين دونا قبضي هالكاس اللي قتشي دي يرجع حد جوا لما أنتم بدأ وشون أحسن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد مضشوا السلام أنت هيدا ما أنتود هوجوه الرجال مسؤولين تا وسير هذا وسير وسير كعافيمات كا دكتور سلمان عيسى حقل التوسية وسير كحنان نضح ولها عمر شيخ محمد شيخ فارح وزير الدولة مدحتوية محمد موسى عباس وزير كحيان كوزارة قرشين تقرن ك عبد وداد حقيها قبل ك مرود شيخ حمسة عيسى عبدي سلادين تا حلبان نضع أقاسمها حنا نضع حولها عقاشة جديدة يتمان مسؤولين تكسو قيب قشي مقالبان قطن ولقد نقح ديك دونا إن شاء الله تعالى MCH كحنا نضح ولها سلديق بوليسكا يو MCH كي يو قوبتي حنا نضح ولها ما دامينو نهاي أمد إسلام بغل كيب بغل وحين كفرنا إنا آيات من ذكر الرحمن وينو آخر دونا محمد إبراهيم ياسين درين سولو من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. آدي أدوما سيهي محمد إله ياسين درين كل شركة هوشوا ينافرن تي حسن ينافر الشركة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأجمعين
وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان وحن كسر دوين إياه مقالة قطن وزارة دولة وزير كحية ندى أقاسم ياشا ماري ياشا أقاسم وحي ياشا إيا ضمان مرت شرف تكالي إيا رير قطن أوردن وأنينو فرن ياشركو إن شاء الله تعالى ويحاد الله وينو ضمبين دونا انت اصلا انا وهاوشا خردع وغدغي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله تعالى وبركاته ادي ابو ماتسي يا سلطانكو الهي با محل هدي محل ما تشتو تولده حبله هي لا 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 حل بالله سلطان بالله وسيفه قال ما تجي كاغب كان لوغو يمي يا قطان حال لوغو يمي الى هاس ما حد له بال هديك تاع يا محل وحا كنت ريا قلت لها عيسى عياريا شرف وانت وحا قولي له وانت وحا قبض له وانت وحا لي هاي وحا هذا الكاكو شو قولي هاي سعى عياري له قلت لي وحق بشدة للي قول جيسة عبارة وقم قبر وحوك قبر إيوه للي قول جيسة وحوك قبر إيوه عبارة وقم قبر وحاك المد إن أولان دونا إساقنا وكوها اللي أفكا مقالة سودوين تيدي شيخ إبراهيم أحمد شيرة كسودو شيخ إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا وأه إبراهيم أحمد شيرة كونها الله يا مجا ديغان كقطن أم ديغما قطن وحنجا الله هاي نانسي شرف له أو كالقا عاي له أن وسو دويو أن وفتيغا كسو عضا حكومة دا إيو أن محو هاي مرت شرف تكاله أن وسو دويو ديغما قطن دوا أن هنا هانتي أن محو هاي degmo ku taala mowqac aad iyo aad istaraatiji ah ee dowladdan ama magaaladan oo ka tirsan degmada Sabowana gobolka Maroodi Jeex aan u maleeyo masafo ee muxuu ahaayay 90 km dhow dhow jirta caasimadda wadanka oo ah magaalo isugu jirta xoolo dhaqato iyo beerelay oo ah magaalo biyood waxaanu ku faraxsanahay ee waftiga ballaarina xukuumadda ugu horeeyay wasiirada wasiirka caafimaadka wasiirka xanaanada xoolaha wasiirka madaxtooyada wasiir dowladaha qorsheynta agaasimayaasha xoghayaha gobolka sultaanka xildhibaandeed cuqaasha culimada iyo dhammaan marti sharafta lagu soo korodhay walaalaya waxaan jecelahay anoo ku hadlaya magaca deegaankan inaan idiin soo dhaweeyo si sharaf leh oo kalgacayl ku jiro oo walaalnimo ku jirto oo muxuu ahaay muwaadinnimo ku jirto waxaanu ku faraxsanahay ujeedada ugu socda waqtigu u socda cafwaan iga raali ahaada waxaan ka booday agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha oo ah nin aad iyo aad isu qiimo badan aan aqaano ilaahay subxaana wa tacaala khayr u weydiinayo waa hadna halmaan hadal kuma jira la yidhi waxaanu ku faraxsanahay waa walaal ku soo dhaweeyneyna waftiga ballaaran mashaariicda horumarinta saddexda ama aan afarta oran karo ee ay socdaan waxa weena waan idinka gudoonay waxaan u maleeyay inay tahay taariikhda markii ugu horeysay oo waftis miisaanka leh oo u socda hirgelinta ama dhagax dhigida mashaariicda horumarinta deegaankan ay yimaadaan kolleyntii hore wufud muxuu ahaay socotaan u been mari jiray laakiin wufdiyan ballaadheen u socda mashaariicda dhagaxdhiga mashaariicda horumarinta degmadan aad baan ugu faraxsannahay waxaanu jecelnahay inaanay noqon markii ugu horeysay ee dowladda ay fuliso mashaariicdan waxaanse u malaynayaa mashaariicdan inay ka kooban tahay mid ay wada wadaagi doonaa xukuumadda dhexe iyo deegaanku in badana deegaanku ay u diyaargaroobeen inay si mugna uga qayb qaataan oo qayb libaaxay ka qaataan mashaariicda hadda la carifay iyo kuwa soo socda oo aanay u kala hari doonin dowladdana waxaanu ka codsanaynaa inay tacaawun fiican
أي كجيسته هذي تاي كورسية المشاريع لا هذي تاي توبر كشغالة هذي تاي مشاعر كشغالة هذي تاي داويلك كوا بدك يكون حولها هذي تاي دريالك كله وحن عصر إلى إلى المشاريع أصل نقطه بلوغي يا الباب كي فرمي إيه أيسان نقطه مركو جدا بيسي وانيدين ما هاد نقينا وانين سود وينينا وانو كفر أحسن هاي إلهي سبحانه وتعالى وحن ويدي سنينا إنو دنبيقين أدافو شرعي سقومينان إمان حسرات كلينا سقومينان إمان سياسية كلينا سقومينان إمان وحن سقومي ودوان كي يدو يدو باي كشور كان هورو مرين في الدقال كان إيا مشاريدا وحكو أولكا أنه لو بقادنينا وسود وينينا دقالكا بعد ديار بانونا هاي إيران إنتاسي إنكسي بلنبا أعرف الديار بانونا هاي لكن دور دو حنكو عصرينا إلى آدي آد ugu muxuu ahaayay iyo fiire dheer oo ugu yeerato ruuhaanti deegaankan wuxuu ka kooban yahay oo noqon kara beeraley xoolo dhaqataba aad iyo aad buu mahadsan yahay sheekh ibraahin axmed shire imikana waxaynu ku soo dhaweyneynaa xildhibaanka kaliya ee degmada sabo wanaag ugu jira golaha guurtida xildhibaan dheeg maxamed yaasiin abwaan ku soo dhawow balaas xildhibaan بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم خير قطن أدبا وما تنتهي سان لوسو لويسين سان مرسيدة وشرفتين سان وناكسن أقروح لبضان أقصوا بحدين يلو أباري إذا كل عضي برجين ويتوب بيش وآدو قورتي حتى واحد كان موقتا عمراد وناكسن أقروح بضان أي إذا كان موقتا أبل لكم هذا قينا مقالو تولع أو إذا كان رئيسي أو أفل وسير مالو صوب على مجر تورت أفل وسير يا جالس مجال يحل بان تولع وصوب حال مجر الدقمة هي مقالو وين مجاني تاسع هرت إذا كا أدي عاد إذا كفلا قوة كي نج إبرجين ويتلا ما تقول كتشوابي سحكم تقول كتشوابي قوة كي يبرجين ويتام بيش أو كاري إيه كسوة ديريي حكومة دا بربا لعي بركي كرارا واو صوصع دا وحا قبستين لا إدي وحايستا إيه وحا قبستا إيه دود وحمطرتا أو وحلا رغبتا بركا تلاهي صدح دا ميلوت أيام صدح دي بان نقاح نقاينا بدل كيدنا عن نقا قادرينا وحي يرين لك اللي ما يحكم مده لا هلا هلا أنا برساسه أنت اللي يديك يبى اللي يديك وش معي أنت وي and هدي ما أنت حكم مده يديك هو الرئيسه وح مضحى أيضا هرو هو هاي نكام بديك هاي اللي ما كيف بيشا كتير مو يعني ما أنت كل دين تاسي دين تبي شقاله يوحي كلام مضحها يا مشاريع دي وحي بوا الله يدين قبر إياه وحي بوا يدين ديار وحي يدين لها دي الدورة وسيلة ده وحي يدين بك وحي لها الضي وسيلة ورطة على العافبات وحي نكون لدي أقل كبدي كيسا أنا قاعد سينا بشارة نكون سينا أقل كأنا قاعد سينا ولا أقل كأنا وحي نوضي كابين أنا كي دوين كي يسدح دين لنا شقارها يقربنتي أيا البركة وربشارة وسينا ساوي وسيلة على أنا الحورها وحن الكلام برا وبر برا نسينا برك كلام هذا نسيا برك كلام ذي كان نسيا أبوي أي أي أروح لو ما كان لو بيجوا أبوي وحن ده دون أي أن كونتران ذي الكقاطه كونتران بعد الكقاطه ريا ساحب ورجال هنا نسمعه وها وها إنسان ما كان لما استثنى تبع برك يجي صوت الله إنسان وأنا بحنا يا وكان يكفر يا سيف كيس ذي كشيء جدولا and وحول با والمجال اللي هو مجال قمية هكا وحول وفوفة علاش باصوا الكوكلة حول الله قيمة أي هكا وفوفة سنة كي وبنو بقول أو يا محله لا نو كوا ون أي اللي نو فيها مجال اللي هي لا إيش نسيسة حكومة دي في جلسة أو قلب جوات كيسة وبهانت هاي إذا كان الله اللي دونا أنت سامع لك سو كوبيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته aadi aad buu mahadsan yahay xildhibaan dheeg waxaan ku soo dhaweynaynaa xogayaha xamse ciise abdi
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقهرين وزيرك وزارة عافيماتك وزيرك حنانة حولها وزيرك حقينك قرشينتا ماريك حقينك أقاسمها قود صلادينتا عقاشة وزير الدولة وزارة ملحتويدة تدوينها ريق الطن وحن تكون سلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بقول الله رنتي وصو كيش برا سابك قبل كبرود الشاح وحمانت نوفر حضين أنا كسر قيب قلنا رنتي مشاريع ده مكفر يد إن هو دقيقة إن تولا إن ديان كقطن أو كتر سن دقيقة السبونا قبل كبرود الشاح كقبل ها رنتي أنا قاول خصي يوم هو هصلقة إن شاء الله بدينا الكريم حنا أنا بقول إن شاء الله وأنا كذا دال الدنيا سيدي أنا كين لاين أسكر أمني كا إلى السمر كين صلقة ونص ورتك شاد دوا ليرة أدي أدي نو سلام أنتي وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرلاباد مسؤولين تا مداشة فردية آد بي السلاميهين وسيرة دا سفر كاي سوغلين دير نوان وقوم هاد علينينا وحاني مكانو ييريا كلمة كوبان او قصيسا ديگان تان القطن دابو ماريا كوحيغان كو وكالة دبيها اسمال عبد الله هيرد كسورو ماريا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وحن سلام يا أنا ورت قرآن سعتان كم بدها لكن يوم مرة بعد ما كنا ليه مدام عن ديجان كسوت شيء ده سلام تا إسلام كان رتيدك سلام يا قلدي نوفت جا حكومة دك سعتة يا قلدي إنك كلام مرت شرف تابا مرة بعد كوحن سلام يا رجع قطن وين سكور هنا ده رجع قطن من وضعنا كل جيم بفلي أحسن ما نوصل ويسين وأنا شرفتين الله يدي شرفه أنا قلنا أنت أحسن سوس عيون ما راح يدي شرفتين سوس عتي وحن هل كان الله سعدي دك بدل مقالنا ليلا قطن وحقبت كذا صدق حقيبة هذا اللي يدين شيء جاي يوم بحلقة قبل دونا هدي على إيران مين أرتي نجا العكس الديار سنايو إم سي إيش كلا عكسيس إدنا وحب مو يدين إن نجا الديار سناي إم سي إيش كلا عكسيس إن نجا الديار سناي هذا نفر قطرنا هاي أما مين ينشوقنا ما مجالا ينشوقني كا إن نجا قانتي إن كل السنة وسير كده كمان نكين وحب نقدر يسوي حنكو كهني مركب دم نجا عون دون تهدي على شغال هدي تهاي een haday tahay qalab haday tahay wixii wasaaradda kraankeeda ay qaban jirtay ayay ino qaban doontaa midna uu jirtaa way jirtaa oo wadanka waxa lagu joogaa wax qabso aan wax kula qabtay way jirtaa meel kasta ka jirtaa dunida imka wax ka socda waxaas een taasi waa taa tan kale kliniga xanaanada xoolaha isaga laftiisa deenay qorsho uu ugu jiray contribution keenna diyaar baan u lanahay contribution keenna inu bixino ama badnaada ama yaraade wixii contribution aanu sameyno een mid kale saldhiga booliska ayuu waa la mid yana contribution baan u diyaarona hay'adana inaan bixino oo deeq qorshaan sameysanay oo gudeen madaxdi gudida joogta oo rag iyo hawsha diyaaraday oo dhanba jooga marka in contribution inaan diyaarno qorshe ay ku jirtay een hadaan in yar warbixinta degmeeshan qoto la ilaahay idin ku noqdo meeshan qoto la ilaahay waxa leedahay biyo macaan iyo biyo dhalaan iyo biyo qadhaar bay leedahay een waxa looga soo biyo doonta area la 70 km dhinac walba laga soo markii baraag u go'an baawradu way ka dhaamiyaan magaalooyinka looga dhaamiya een mid kale waxa jirta een deegaankan xoolaha ku nool waa xoolaha ugu badan eeriyada ugu nool yiin ilaa oodweyne ilaa inta inta u dhaxeysa waa deegaanka xoolaha ugu badan waqooyiga ku nool yiin ee Soomaaliland eeriyada eeriyadan yiin Hargeysa gobolka Boorojeex iyo Togdheer marka la isu geeyo een eeriyada xoolaha biyo halkan lama kala iibsado biyaha bilaash baa lagu cabaa waxa halkan waliba inta dheer tahay waxa weeyaan seelad xoolaad oo marka carafada ay gaadho ilaa 100,000 oo neef ilaa 100,000 neef in ka badan baa laga iibsadaan aanba Hargeysana marin Burcaan ama Berberitos loo geeyo وبرتن لقى الروبا ورد كرران وهذا كره ساني مكا هريها با حوالها لقى الروبا هريه هنا نجح يعني انت اللي يريد انك ويالين ان مالها بدي كده بورت بدل لو جري حوالها لقى الروبا مركا وحرن حوالات ان واحد كلو شراء كونتريبيشن كا معها مثلا دبتك صورني خليا وحن كورني الا ضد كيرن مقالين شو كورني كونتريبيشن كان دون نعم كل سنه ان كلين هل سنتر انا كل سنه ان واحد كورني قف كستو كنول اريد قطن اما ودا شيء ama u dhaxay ama kama qan waan ka warrunay contribution waan ka warrunay waana u diyaarinay waxyaabo badan oo kale waan dalacsanahay hadii ay markay ay soo diyaar garoobaan aan u sheegi doono xukuumadda iyo dadkaba een xaaladda deegaanku waa sidaas een imika waxa la kulanteen xilli abaara oo laga maqan yahay waxa iman leedahay halkan waa qurux badan oo furda joogan oo xoolo joogan oo geel ku dhaliba arki lahaydeen hadii imika buluug barwaaqay yahay een aad iyo aad baan idin soo dhaweynaya qoton waana salaamantiin aan ku soo dhawayn doonaa agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha in si ugu gudbiyo wasiirada iyo xidda kale oo isagu soo dhawayn. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وسيرة وسير كحجنة وسير الدولياشة أجاسم وحيدية صلاة الدين تاع عقاشة لما أدد وين عريق وطنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان آد إذن كم هذا نقيا أدات هين دوينها أهيق طن سيدا في عن شرفت له نقصو دويسين مجالدن تاسو آه ملقها إيا شرفت اللقية قاني دقمدة أنا غو كسو تشيدا خاصة دقمدة سبوناك وحان كسو دوين يا أنا قنا وفتقي أنا وذا سعني وسردا يو هدي بدن كذلي وسير كحيجان نجا يو وسير الدولية شبلها أيان أيه أنا كسر دوين يعني أنت كبعدي وح عن دوني نا قريبا عن أنا وقابل سن هاي وسارة حنالة حولها سن تركي حرمتي حنالة حولها إلا بقى حدو أي دجمدان الله هيد دمان دجمون ككلا وح والسو بدن كذا وحوي وحكتشر ميلا حرمة أو عن كل النهاي كواسنا دولة دوبا دستي يعلى يقود أي مدرسة أي أدرن أو أي ده هالك وحنا قدس لكن ولي دقمة ترى هذا من أننا دسنا إن إذن كوكا ينصر بقى حدقة وبتتيو كواد بنقرة ساتني يا إلا هذا الله كلنا وحا كلاه وسارد الله هاي قوادي وريكته قوادي دا وريكته وحوه كلبا ماشي اي وحكد الله عاني حانون كي مادو ايا الله درا كوا ساد بدنا موغا شقايا دمان ديگا مدوائي وسارد عافماتكو ايقو انبلاس بيو باهين اي دقمدو يارطو او اي كو قاوان وحي حانون سانو يالك اللي قو ماري وايو ان عصبتالة دور فرقريان انقو حولها أنا عصبتها لما جينا لكن وحنو صادرها أمبراسية ذا يدو وقلب كي يدوذي يو كل شيء كي يحودي له إلى يدبد وصاب حانو ميرستان كيمها يو بنانا ذا يملا حول شودن مركا تاس بعد ولا نهاي تاس وحوى مركا ماشي أي كل رسالة أي كوا عن صادر هاي وأي أمد دولة أي كقاعد الله هاين أما دفك الله تابرا أي شغل هاين أي عمشة عن الدنيا هنا نخدها كده كده حد جنو خاصنا دي أربعون هاي وسير كنا سلاس الله أيوة بلان قاوة أيوة سارة دودامي مكاو حان ومهد سنتين وحانا ينو هدين هاي دقمدة وحا ينو بلان أو حقبط إلينا سبحانه وتعالى وحليه هاي وقول عمله فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وحويه سمعي عمل أو حقبته وحقبته أو وحقبصده وتذكر تذكر عن فعل نقطة والدلالة مركز إلهي سبحانه وتعالى وكعب المرن دتك كلامه وكعب المرن دونانا دتك مؤمنتنا وحذين مركات فوري إلى وحي والعكس سمايسين هوا كي عمل تحسين كسر الدنيا وما حسنتين والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوينا رياق وطن يوفتغن عن وضع سعوني بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام تا دوينا رياق وطن وحان هالكن وقيت شيدين يا مهادنا قادو بلالان سيدا واناكسن انو سور لويسين ادي ادو امبر كورو قم بهات سنتهين وحامر لبا ادي ادو قم بهات سنتهين مشاريع دان ووفتغن بلالان وسعودي oo ay idin ku leedihiin buddhigeeda ama sababta imaatinka halkan ee xukuumadu socoto oo idin ku buddhigeeda leedihiin taana aad iyo aad baan idin ku mahadnaqayaa. Mahadnaqa kadib sidaa dheeg sheegay way dee jirtaa tabashadu waxa leeyahay taasina dib u jiri maysa insha allahu tacaala maanta wixii ka dambeeya. Aad iyo aadna waa u mahadsantihiin waqtigana ويسألنا لفتي سلوى سوء لوين يعني قول لي دوحان كم بداية دات كديغان كل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي آدو مهد سيهين أغاسمها يو وسيرك حسين وسيرك حقينك قرشين تقرنك
عبد الوداد إن كان واحد مكسور وين يا وسير الدولة مدحته ولا محمد موسى عباس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وفتقنا عن وضع صعونا وسيرة إياه قاسمياش إياه صلاة دينتا له إياه قاسمياش الواحدكا مضح دقاميتكا تدوينا هرير قطن دمان تموان السلامنا وحانا انتكو سلامنا سلامتا إسلامكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلامك بعدي ما انتوين هلكن يسكون نمي دقمدن قطن وحين وصعنا هي وفتقن لحادك اللي وصع ده شرفت إياه كرامة ده إياشين إياه وحقبصو وحلو ولغبته ومد آدي آدو عصب وانا وحيابها هرمركا لغو قادا اي كميت هاي وانا وحيابها دولد وحلقاقا هلا وحبان قبصدي آدوغن وحي كلاقبو آد باوغو مهد سنتهين هاوشان اقبتين او اي كميت هاي MCHكا دادو عافيماتكا حنانادا حولها سلقا ومد والبا مدنا دميستين انتا كلانا واجبات كيدا كقابتين آد باني دكسو بقادنية waxaan aanu leenahay annaguna aanu idin ka balan qaadayna inaan wixii ka dhiman waajibaadkeeda qaadano oo sideedii ay u fusho taas iyaduna waa balan wixii mashariica ee ka dambeeya ana waajibaad wixii looga leeyay degmada uu leeyay xukuumadu dhigbay uu leeyay waanu soo jeedinis dheegna waxaan leeyahay dheego in badan baad ka hadashay tabashada beesha maanta waa koow barina waa laba saadambar waa saddex waxaan ku leeyahay feerka xilibaankiisina waatay horseedna uu noqo maanta laga bilaabo wanaaga iyo dawladnimada iyo karaamadeeda anaguna oo kugu la shaqeynayna waa kugu la soo dhaweynayna waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka caafimaadka bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa waxaan salaamayaa una mahadcelinayaa dadweynaha reer qotan oo ugu mahadcelinaya sida sharafta inuu soo dhaweeyeen aad baan idinka mahadcelinayaa marka xigta maalintii maalintan iigu xigtay ee deegaankan qotan waad ogtihiin oo nin odayo la socday ayaa halkan gacan ku dhiigla ku dilay gacma dheere loran jiray allahu naxariisto bal aynu faatixa u maro in ilaahay jannadiisa ka waraabiyo intaa kadib waxaan mar labaad doonayaa inaan u mahadceliyo reer qotan dadaalka ay u sameeyeen ama ay sameeyeen ee ah inay wax qabsadaan waa dhaqan aan laynagu aqoon runtii inaan wax qabsanno waxaa dhaqan inoo noqotay inaanu dowladu wax ka sugno taasina waxay keentay waxay keentay dib u dhac weyn runtii dadku inay iyagu wax qabsadaan inta ilaahay tirada saartaan inay iyagu wixii ay qabsan karaan qabsadaan baa muhiima markay wax qabsato ayaa wax lagula qabsanayaa haddaa halkaa iska fudhido geedkaa gobka hoostiisa oo aada hargeysaha wax ka sugto oo aada xukuumadda wax ka sugto dee boqolaal kuno tuulo oo sidan oo kale baa dalka jira goor lagu soo gaari xukuumaddu kusoo gaari ilaahbaog laakiin markaa intaad iyo dho tiraadid waa tanoana lacagtii haystaa anaa dhisanaya daqalabkii iyo dawadii iyo shaqaalihiiba waan keenaya waa igu waajib marka waxaan aada iyo aad baan arrintaa intii ka shaqaysay lacagtaa soo urursay iyo intii bixisaba khayr allaha ka siiyo annaga haddaan xukuumad nahay anoo wasiirkii caafimaadka ah waxaan haddeela ka dhigo idiin ballan qaadayaa markaad dhistaan inaan la wareegno oo wasaaraddu la wareegto oo haddii ay qalab tahay iyo haddii ay shaqaalo tahay iyo haddii ay daawo tahayba uu ka mid noqon doono haddeela ka dhigo xarumaha caafimaad ee wasaaradda si joogto ana maaragtay marka waynu dhagax dhigi waxaan aaminsanahay inuu wax weyn tari doono dadka deegaanka
إنه هوسو دقي دونه ذلك دقي أمور راعة هو يين كأمور راعة إنه دبالي دونه باهلا عفمان الدين كنودن لا يسأل سكرتشين إن شاء الله أدي يا نور دي سلام يا وسلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم دمان دوينها راقطن أدي أدبان وما نقلع سودوين تاني سودوين iyo suugida ay nasugeen saadaas oo ahayd in mar hore ama soo kalahno saaka goori agaasiba war caafimaadku ma yar ficnaa ordoodu ino tag wasiirka xala wasiirka caafimaadka ay war aniga maraya meesha oo dhaqtar ku duwanaya soo ka aniga laba wasaaradood oo xiriir weyn leh ayaa meesha socda oo labaduba xiriirkaas u yahay mid caafimaad wa caafimaadka dadka iyo caafimaadka xoolaha labaduba waa laba aan laga maarmayn inta ummaduhu ay ku nool yihiin ee waxqabadka inta badan dawladaha laga rabaana wax weeye u shaqeynta ummada loo shaqeynayo aye baahiya ugu waaweyn kamid yihiin caafimaadka waxa halkan waxan mari jiray anigoo aan dharkan maanta gashanayn laakiin tuuta gashan ayaan mari jiray wixii 80-kii 88-kii wixii ka horreeyay ayaan mari jiray waxa maanta dhaqaaleen ku dhisan yahayna waxa weeye xooluhu ku dhisan yahay saa ogtihiin dadka ilaahay meelba ka arsaaqa qaar baa ilaahay batrool u soo saaraa batroolkeennu maanta waxa weeye waa xoolo nolosha keli ee maanta isoona haddii wadamadaas ama dekadaas inaga xidhmaan aan ku noolahay weligeedna aan ku noolaan jirnay waxa weeye ama caawaad guru soo hayto waa neef lagu gowraco hanti waxa keliya maanta haddii dhibaato dhacdo aan ku baxsan karnaana waxa weeye waa xoolahaas caafimaadka dadku qofku markuu xanuunsanayo uu hadlayaa waan xanuunsanayaa buu leeyahay waa loo qaylo tegayaa laakiin neefka xoolihii ma hadlayo dee ma odhanayo waan xanuunsanayaa waan jecelahay anuu haddii ay awoodda dee maantaan hayo meel kasta oo neef xoolihii joogo in nin dhakhtara iyo dawadii iyo meeshii dhismihii u geli lahaa inaan ag dhigo xoolo dhaqatay xoolo waxaa noqotay xoolo raacataan u badanaa inta badan oo xooleena way guuraan waxaan jeclaan lahaa inaan u bedelo xoolo dhaqato macne waxa weeye xooluhu markay degan yihiin eeada guureen way ka qiimo badanyi way naaxaan way ka caana badayaan way ka hilib wan yihiin haddii xitaa la iibinayo miisaanka lagu iibinayo way ka wanyihiin from sayl ila koola kale from muxuu ahaa duruqsi ilaa iyo lukaya habeen aan la naga soo wicino xoolahaas wixii ka jira ama cudurada ka jira aan la nagala soo hadal ma jirto awooduna maaha dee in la yidhaaho dowlad baa tiilada dowladdu maxuu qaban weyda ama dowladda wax ka sugana caalamku wuxuu hore ugu maray waxa la yidhaaho iska wax u qabso charities wax la yidhaaho wax qabso aan kula qabtay caalamka aad arkaysaan badankiisu waxa uu ku qabsaday wax qabso aan kula qabtay wadamada waaweyne maraykanka iyo yurub iyo waxaad arkaysaan halkaasay ka bilaabmeen ilaa maantana way socotaa ilaahayna deyna ma wada war geedkaa hoos fadhiso dad maanta geedkaa hoos fadhiso tiraado ilaahu dowadaayken ilaahu dowadaayken ilaahu dowadaayken 114 quraanka hadda halkaa ku dhamayso oo aanad camalkii la iman dee dawa cerka ka soo daadanmayso ilaahay bayna faray ilaahay weydiiso camalkiina la kaalay waxa xildhibaanku waxaan u malaynayaa isagaa yaro gaabiyey oo aniga wasaaradeeda gaar ahaan ka gaabiyey
وهدو مر هلا سد اللوكل قيلة بدأ يها من اللوكل عمل شيء بدأ يهاي أيا أنت بدأ وحلوكل قبتها هدو مر هلا حمسة يملها هنا نارك السوق عليهم وايو وحياة بدمان أركي وحياة بدمان وجاي ذلك أن بدمان بكسر شقيي ما ربنا وصوم مري دي بدو وصوم مري كوا وحوجة تجنا أنا وحوي كوا ما تعلق له شوقة أي على حقه إنه ولا كوا ضدك إلى أن يمين تنا حراها إسا أي ما توه شبابك عف ما تكين يا عف ما تك حراها إس يوحترك كوا ساكن بدو كوا مقالوين كشوقة waxay xaq u leeyeen halkan in barito iskuul looga dhiso kuwa xoolaha ilaalinaya oo iyagu xoog la jooga ay waxbarashada iyo caafimaadkii labadaba ku helaan waa sida ay umaduhu u hormaraan waayo ka ilaahay gal uma seen inuu kanay iskuul ka haro oo waxba baran waayo ka magaalada joogaana iska fadhiyaada uu isagu ilmihiisu iskuul tago waxa uu ku nool yahay oo iskuul ku geynayaana waa xoolaha ilaalinaysan هذا غسان وحن أمتك وغسي تجدونه انت ما تجوكتا آيها أمتك عن كتجدونه أيوب بانو سيدينا هذا اللي حبه وغتجين دي يقع العلم حساهانيا وضن والبا وحا والين تكور ما أو يشد كور ريوتكين أيوب بي حالكي كسي قادان أو أي كسي وضا أنا واحد بلغ هذا اللي يسأل جاب سامي هدي ولا لابر ولا لما كالي واي شيء ده وين وقع حوله هذا هدو يحسوس لا ولا ور كالي واحد ماشي بقيني يعني مرة أنا ملها قال حال بيع كلام ده ونسكح دايو نديا كسر شيء أنا وانا لك كعسي كمدوك على قرمة لكن ديا كسر شيء marka waxa aan balan qaadayaa waxa weeye waxaan ku wari sanadka dhaqaalihiisii budgetkiisii ama naga bax ama dee waa la isticmaalay laana sugi mayno oo oran mayno sanadka dambe budgetkiisa la sugnaa waayo caafimaad ama dadkaba ama xoolahaate sanadka dambe budgetkiisa ma sugiso oo de qofka caafimaadka ma sugiyo laakiin waxaan ku wari waridku isidhisa oo sameeya أنا على العكس ودي برشة سنة طبي. إمي قاعد يسحي هاي سنة طبي. العكس لكن سيلسة. وعكوا شعبي. أنا وزيركم. ملك الدوي كانوا. لخاطير تأمين سا. أما عفبات كاتو أما حلال حلاطو. لقى عليها أنت بدل مشاركة قاتها. واحد وي نتجان كاتن دجن أي كفلة. لكن نين مالا سي عرّا هدي سو سي عرّا مالا سو عرّا مالا سي عرّا إن تلما قارضا أن السنسان واكا وزيرها ترادان هبل يه هبل يه هبل يه هبل يه عفمات كنتاس أما دخترا أما دختر حولاد أو شو يكرا هالكن نو قرا ماش أو نو تلما تان وحا باور برد بقالة عود كده ولا سعتان أنت هسا بقالة إنه ما توحي إنه لو في دبده إنه ما ده وحوي أنت إلى عشورته لا قاعدة على اللي ده أما نف قد يب كان تان يا أنت دبده أنا لو في نوح كسر قال أنت بقالة عود هو أنت هس تينا وما دورن يباهده وما دم كفين كرتو وحاسة أنا ضربنا إلى الجديد وهلو ملك استا oo u gurma kara meeshii aanu bar caafimaad ka dhisno inaanu u helo ama gobolkiiba u helo dhowr gaari oo wareega oo socda oo hadii jeer meesha xooluhu hadday guuraan iyo hadday jooganba la socda waxaynu u kaliftay tallaalkii imikaanu wadnay inaanu ka tallaabino gaadiidkeenta ka rabno shaqaalihii dawadoodiisa xoolihii xadka ka tallaabay inaanu qaata dawadiina oo idinku lugeyn ka daba tallaaba waanay dhacday waanay ku soo tallaaleen way kaga halmeen xuluu hal iyo jeer deebad meel badegana dowowaanu haynaa laakiin waxa weeye haddii aad iyo aad baan ku maandaqayaa haddii maanta aad ugu tihiin dadkii ugu horreeyey ee muxuu ahaa iyagu iskood u dadaalay inay wax qabsadaan
أنا كنا وحي أن هينو وحبايد كلا هرمينو مركي حكومة سيسورة معطينا وزير الوحى أي رجح لجان مشاريع دا دقمة سيل لجهر جلني يجو فافهنا كبح هي مشاريع داس يعد دجان كجهر جلني ساء حرون سي عافمات قطن واي باسمه سهر جلنيان ذاتك الديغانك يقو اسكسو اروري العقصة انا قو هدان وزارتنا هنا مسؤولية دي سان اللو ريقنا مركا لسان ان شاء الله لا يوحكا بكبرينا انو نقوص مد وحوو انكو سوكر بيه وحناك بدلاء ديغيد عافمات ديغانك ان شاء الله السلام عليكم هل كانوا حرون سي عافمات اي حورة وسيركي حنانا حول واكن ساسين يدا لو دغ خريناي وسيركا كلمتي سوره معايا بسم الله الرحمن الرحيم واحد دغ خريناي حرونتي حنانا حولها وعن فيليا انت بحسان ما هي ان لبديت كدغي دونو انت لو كدرانو ان شاء الله ان شاء الله واي نقطه سنتر انت جيدا اوردن وانا قانو تلد حولها اي اسبوع بعدا إن أي إنت عندك بحسن ما لبعد أنا كنا بحيل دونه إن شاء الله نقصد إذا أنا عندي كين دونه أطرد لي دونه خذ ذاك هديلا هنا هذه أفضل ما سنت أنا وحوي صديقي بوليسكا ونو تشوغو الحقيه برصاب كيس وكوكيلا حقيقة إن لا تشوفه حتى سبعة وكم سبعة هنا سلقي بوليسكا أنتك بده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هذا راح نلاقي حلقة سلقي محوها تولا دقتنا وكتب سن دك بده سوونك إن شاء الله بدي لك إنه كقول هم حلو بلن قاعد هنا رح يجي هو وهاك إنه نقول بهين إنه قيبي تيجي قاعدنا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي محمد عليه الصلاة والسلام مالين يو صفر كتشرة إيميل دقين. مركز أول عيوري عليه الصلاة والسلام دتي بشقدي لوك على دري. أنا جانا وايو حابضة بوي. أنا جانا وايو حابضة. هاو قاضرني العك تاني أنا ميل كلا كصورني أنا جا ليه بلاوة كاري اللي تشوجا ووح كوا الدحيا. ديجان كرير قطن وايو ضبي حنا يان. وحنا نقود دقي حنا هذا حولها شنب قلنا ميدو تشورانو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إذا كبرت كتير سن وتجمعكم مناسبة إن لا سمي يصلك يدو أمر وديشح تجمع بري بقول حتى قبل كتاد مرير حد كلاه تاسو كوكو من مناسب نقاين هش صلك لبدا حد كلا هجاتي. برامجكنا انتاس ايان كسو قبل قبلنا يا وفيلم قادستي نمعان احمد دقال سعيد عبدي حريقله عبد النور عبدي ابوري يا نقو ايسا شين حاشي كوتبورو هلكن دي كل سعود سنية لما انت يا حمد الله نهاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.